السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نوران كنعان. رجعت لكم اليوم ببروبلم جديدة اسمها إكسينا أند رينج رود. هاي البروبلم تحكي إنه عنا شخص اسمه إكسينا ساكن ببلدة مكونة من N من المنازل. هدول المنازل مشكلين على شكل حلقة مرقمين من الواحد للN. هذا إكسينا بده يعمل M من الأعمال ببيوت معينة. مثلا بده يعمل 3 عمليات، العملية الأولى حتكون بالبيت الثالث، العملية الثانية حتكون بالبيت الرابع، العملية الثالثة حتكون بالبيت الثاني، تمام؟ هلأ إذا بده ينتقل من عملية لعملية لازم يمر على كل البيوت اللي قبل، يعني هو بده يعمل عملية بده يعمل عملية بالبيت الثالث. لحتى ينجز هاي العملية لازم يمر على البيت الثاني بعدين يمر على البيت الثالث، تمام؟ هلأ بدنا نحسب أقل عدد خطوات أو مثلا أقل عدد نقلات لازم يعملها لحتى يخلص كل هالبيوت. بس لازم نعرف إنه إذا هو كان بالبيت الثالث وبده يعمل عملية بالبيت الثاني ما بيقدر يروح من الثالث للثاني، لا، لازم يروح للرابع بعدين من الرابع للأول من الأول للثاني، تمام؟ إذا كان عندنا 4 بيوت مثلا. هلا إذا كان هو هذا الشخص واقف بنفس البيت وبده يعمل عمليتين ورا بعض بنفس البيت، فهون ما بنحسب له نقلة، ما بنحسب إنه هو انتقل، خلص العمليتين بينعملوا بنفس البيت، تمام؟ طيب هلا نشوف أول مثال لنفهم أكثر. هلأ أول شي حيعطينا N و M. N هي عدد البيوت و M هي عدد العمليات اللي بده يعملها. أول شي N حتكون مثلا عنا 4 بيوت وبده يعمل 3 عمليات، حيطلبوا منه أن العملية الأولى حتكون بالبيت الثالث، العملية الثانية حتكون بالبيت الثاني، العملية الثالثة حتكون بالبيت الثالث. هلأ لي N نفذ أول عملية بدي هو بالبداية بيكون لازم صحيح نسيت تحكي انه بالبداية دائما بيكون بالبيت الاول. لحتى ينفذ اول عملية كان بالبيت الاول، انتقل للبيت الثاني وانتقل للبيت الثالث، فهو عمل عمليتين انتقال، الاولى كانت من الاول للثاني والثانية كانت من الثاني للثالث، تمام؟ وهلا هو متواجد بالبيت الثالث وعمل عمليتين. هلا لحتى يروح على البيت الثاني لازم يروح على البيت الرابع، هاي أول نقلة، ومن البيت الرابع للأول هاي تاني نقلة، من البيت الأول للبيت الثاني هاي ثالث نقلة، وخلص البيت الثاني، يعني صار عامل 5 نقلات، نقلتين هون وثلاثة هون. هلا هو عند الثاني بده يعمل عملية بالبيت الثالث فبينتقل نقلة واحدة، فهي صاروا 6 وخلصوا العمليات هون، وطلع لنا الاوتبوت هو عدد العمليات بكل البيوت المطلوب منا او كل العمليات المطلوبة منا عدد النقلات، تمام؟ طيب نشوف المثال الثاني. هلا هو بالبداية واقف عند البيت الاول وعنده 4 بيوت دائما 3 عمليات. هلا اللي خلص الاولى كان هو بالاول انتقل على الثاني، هي اول نقلة، بعدين كان بالثاني بده ينتقل على الثالث، هي نقلة ثانية وخلص مهمة ثانية. طب هو بالثالث وبده يعمل عملية بالبيت الثالث وخلص بمكانه بيعملها فما انتقل، فهو عمل عمليتين نقل، تمام؟ نشوف الكود كيف حينكتب. بالبداية نحن عرفنا ان لحتى ناخذ منه الانبوت، تمام؟ هلا حنعرف variable اللي هي n هي عدد المنازل، m عدد العمليات. حنعرف a حيكون هي بالبداية انه وين انا، هو لسه بالبيت الاول. حنعرف كمان counter، تمام؟ هذا الكاونت حنحسب فيه عدد الخطوات اللي مشيها او عدد النقلات، تمام؟ هلأ أول شي حنقرأ N next long، تمام؟ والM
بعدين هو بده يلف من الصفر للام، كل مرة بده ياخد رقم، حنخزنه هذا الرقم، حنخزن هذا الرقم بـ variable b مثلا تمام. هلا هو بده يروح على البيت بي. اول شيء بدنا نسأل، هل البيت بي قبلي ولا بعدي؟ اذا كان البيت بي لسه انا ما وصلت له، معناته بضيف على الكاونت قديش بدي لحتى اوصل للبيت بي. كيف بنعرف بي ناقص ايه؟ يعني مثلا انا واقفه بالبيت الثاني والعمليه بالبيت الرابع، كم خطوه بدي؟ خطوتين، هي البي 4 ناقص 2 مكان وجودي. طيب عدا هيك، اذا هو لا بيساوي ولا هي، يعني لا اقل مني ولا انا واقف بنفس المكان، بدي اضيف. اول شيء قديش بدي اوصل للنهايه؟ اول شيء بقول كاونت بلس ايكوال، قديش بدي لاوصل للنهايه؟ ان عدد المنازل ناقص وين انا؟ هيك انا وصلت للنهاية، فكأني رجعت لرقم واحد او وصلت للنهاية. هلا اذا وصلت للنهاية وبدي اروح للبيت الثاني، فبدي امشي خطوتين لحتى اوصل للاول ومن الاول للثاني، تمام؟ لانه انا حتى يعني بالمكان صفر لحتى اوصل للثلاثة بدي امشي ثلاث خطوات، تمام؟ وبعد هيك بدي اقول له انه انت حسبت، وقف مكان البيت اللي عملت مهمته، وباخر الشي طبع لي الكاونت يلي صار معك. نجرب التست كيسز نشوف اذا حلنا صح. بالبداية كان عنا اربعة تلاتة، يعني اربعة بيوت تلاتة تست كيس، تلاتة اثنين تلاتة، تمام، هي اعطانا ستة. بتاني حالة كانت عنا كمان اربعة بيوت كمان تلاتة تست كيس، كانت بالاول عنا اياها اثنين بعدين ثلاثة بعدين ثلاثة، هي اعطانا خطوتين. نجرب نعمل له سبميت، تمام. هاي البروبلم تبعنا، هي عند التيست أربعة، بس نستنى شوي. هاي البروبلم تبعنا، أعطانا accepted. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، يا ريت تعملونا لايك وشير سبسكرايب. كانت معكم نوران كنعان من سيرفر تو بي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.